أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي مساء أمس الأربعاء أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قررت مواصلة البحث مع باقي المتهمين المتابعين على خلفية أحداث إكديميزيك يوم الاثنين المقبل. احنا اسر الضحايا، فينا الامهات اللي فقدوا ولادهم، وفينا الارامل اللي عندهم الايتام صغار وتحرموا من عاطفه الاب، وصبحت الام مسكينه هي الاب والام كتعاني باش تكبر ولادها وتعيشهم وتعلمهم، وهذا الشيء صعيب. وقت ما شفت الايتام ديالهم الصغار كانت تالم بزاف، حيت انا عشت هاد الماساه، حيت انا عندي ولد صغير قبل ما يتشهد هذا الولد، عانيت معاه بزاف الماساه. أكد الوكيل العام للملك أن جلسة أمس التي جرت أيضا في أجواء عادية احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة. كنطالبوا من المحكمة المدنية تنصفنا وتاخذ لنا حقنا من هاد المجرمين اللي تبوا، اللي قتلوا لي الزوج ديالي وتبوا فتيتين بناتي وهما في أمس الحاجة لباباهم، خلى لي بنتي صغيرة عندها عام ونص، والبنت الأخرى 4 6 سنين، والبنت الكبيرة 8 سنين. احنا عانينا وما زلت نعاني أنا وبناتي. يذكر أن أحداث إكديميزيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونوفمبر 2010 خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 77 جريحا من بين أفراد هذه القوات و4 جرحى في صفوف المدنيين.